أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذه التغطية الإخبارية الخاصة للساعات القليلة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع في إسرائيل. هذه الساعات الحاسمة التي شهدت نداءات إغاثة كما وصفت من قبل الأحزاب جمعاء على رأسها حزب الليكود الحاكم وكحول لافان برئاسة بيني غانتس للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لهذه الأحزاب. أرحب بالضيوف في الاستوديو سيد شاي بازاك مستشار سياسي واستراتيجي، مرحبا بك معنا. السيد عودة بشارات الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك. وارحب من جديد بضيفي خبير الشؤون البرلمانية السيد إلي نيسان عبر استديوهاتنا في القدس، مرحبا بك معنا سيد إلي. أبدأ معك سيد شاي فيما يتعلق بما يجري، ساعات مفصلية لربما مهمة، هذا ما قاله غانتس قبل قليل في تصريحه. الأحزاب جمعاء تتجه لحشد الأصوات والأصوات الكثيرة في هذه الساعات ما قبل إغلاق صناديق الاقتراع، ويمكن القول بأن المنافسة محتدمة سواء على مستوى الحزبين الكبيرين أو حتى على مستوى الأحزاب الصغيرة. هذا صحيح، يوجد منافسة كبيرة جدا اليوم بين الكتلتين وبين الحزبين الأكبر، وهذا أمر لم نشهده منذ سنوات طويلة. في اليسار قرر الجميع أن يتوحد، وهذا أمر لم يحدث في الانتخابات السابقة، وفي اليمين يوجد الكثير من الأحزاب الصغيرة، وهو أمر كان في الماضي يشوب اليسار أكثر. نعم، الحديث هنا يدور عن الأحزاب الصغيرة، وهناك تخوفات حقيقية داخل هذه الأحزاب كما نقل مراسلينا، سواء على مستوى حزب العمل هناك تخوف من عدد المقاعد المرتقبة، ميرتس، الأحزاب العربية، كل الأحزاب متخوفة الصغيرة أو حتى المتوسطة لربما في الحصول على أعداد أكبر أو حتى تخطي نسبة الحسم بسبب هذا الحشد الكبير والكبير جدا ما بين الليكود وما بين أيضا كحول لافان. هذا صحيح، يوجد هناك عدة أسباب لذلك. نعم، بالأول بالأساس كما قلت المنافسة بين الليكود وكحول لافان، فإذ كل يدعو من الناخبين للانتخابه وإلا لن يصبح رئيس حكومة. ولكن يجب أن نذكر أيضا في الجانبين، في الجانب الأيمن يدعمون داعمين نتنياهو يتوجهون إليه، وبالأساس هم يشعرون بشعور زائد لأن سنوات نتنياهو كانت خيرة بالنسبة لهم، لا يشعرون بالضغط. في الجانب الأيسر وحيث يتوجهون للتصويت لأجل بيني غانتس وآخرين، ولكن نرى المشكلة أن المشكلة لدى الأحزاب العربية لأنهم تم تفكيك القاعدة المشتركة لكي توحد الجميع. ويجب أن نذكر أيضا أن نتنياهو استثمر 15 مليار دولار في السنوات الأخيرة بالمجتمع العربي. يصح أن نقول أن العرب يصوتون لليسار وللمجتمع وللأحزاب اليسارية والعرب، ولكن نتنياهو استثمر بالمجتمع العربي والوضع في المجتمع العربي أفضل مما كان عليه قبل 10 أعوام، أنه بعيد مما يكون مثاليا ولكنه قريب، لكنه أفضل بكثير. يوجد ضغط معين من التوجه للتصويت، وحتى بيني غانتس قال أيضا بأنه في نهاية المطاف أيمن نرى في الأول مرة أن الحزبين الكبيرين في إسرائيل يقولان إننا يمين، يمين مركز ووسط وربما، ولكن يمين في نهاية المطاف. هذا ما يفسر مشكلة الأحزاب العربية وأحزاب اليسار الصغيرة. أنتقل إليك من جديد، يعني الحديث عن هذه النسب التي تصل حتى هذه اللحظة أكثر من 52% ممن يحق لهم التصويت ذهبوا للتصويت حتى اللحظة في هذه الانتخابات، ولكن كما ذكرنا الساعات القليلة الأخيرة هي حاسمة. وهل هذا يعني في نهاية المطاف أن المنافسة محتدمة وذلك سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ لربما في المصوتين في هذه الانتخابات أو نسبة التصويت حتى الساعة العاشرة؟ سيد إيلي هل تسمعني؟ نعم سيد إيلي، فيما يتعلق بهذه النقطة شاهدنا نسب التصويت حتى هذه اللحظة هي وصلت إلى حد 52% ممن يحق لهم التصويت، هل يمكن القول بأن احتدام المنافسة ما بين الأحزاب وهذه الدعوات المكوكية قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع ستؤدي إلى رفع ملحوظ في نسبة المصوتين في هذه الانتخابات؟ طبعا هناك أولا بشكل خاص بوسط العربي أنا أريد أن أتطرق إلى هذه النقطة، هناك فعلا خيبة أمل في الوسط العربي من أعضاء الكنيسة وما قام به في السنوات الأخيرة بشكل خاص في الكنيسة الأخيرة، وذلك كما ذكر بقضية قانون القومية والانشقاق الذي حصل في القائمة العربية. ثانيا بكل ما يتعلق بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، أنا أسمع في الساعات الأخيرة أن هناك نداءات في المساجد في القرى والمدن العربية
تنادي السكان العرب للإقبال على صناديق الاقتراع. وأنا أعتقد أن نسبة الاقتراع في الوسط العربي سترتفع حتى الساعة 10، لأنه لدينا بعد ساعتين ونص من الآن. نقطة أخرى بكل ما يتعلق في الوسط العربي، وأنا سمعت أن هناك عدم رغبة أن تكون ممثلية للعرب في الكنيست. أنا لا أوافق مع هذا الموقف، لأن أنا كما مراسل برلماني في الكنيست مدة أكثر من 30 عاما، أنا عاشرت هناك أعضاء كنيست وأحزاب كنيست عربية في الكنيست، وكان هناك تعاون بين معظم الأحزاب اليهودية والأحزاب العربية. ولكن مع الأسف في السنوات الأخيرة هناك بسبب الخلافات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالقضية الفلسطينية هناك عدم تفاهم. لا أريد أن أقول أن تطرف في المواقف الأحزاب العربية في كل ما يتعلق في هذه القضية، ولكن كان هناك تعاون بين الأحزاب اليهودية وبين الأحزاب العربية. ولكن في الكنيست الأخيرة مع الأسف أنا أرى أنه لا يوجد أي تفاهمات بين الأحزاب اليهودية والعربية بسبب القضية الفلسطينية. أنا أريد أن أتطرق إلى قضية فيجلين أيضا. قضية فيجلين الذي ذكر في تقريركم قبل قليل في قضية حزب زهود، كما تعلمون أن فيجلين هو إنسان غريب الأطوار. هو لم يعد نتنياهو بأنه سينضم إلى حكومته برئاسته. تشكيل الحكومة نقطة مهمة. حسب الاستطلاعات الرأي العام نرى أن نتنياهو يحصل على ممكن على 58 مقعدا في الكنيست دون الأخذ بالاعتبار فيجلين هو غير مضمون. وهو قال جهارة أنني أنا أنضم إلى من شخص إلى شخص الشخصية إذا كان نتنياهو أو غانتس الذي من يمنحني أكثر من مطالبي. نقطة مهمة، هناك مقولة في العبراني يقول أن كل بندوق ملك. ولذلك نرى أن فيجلين أو كل الأحزاب التي ممكن أن تنضم إلى الحكومة برئاسة نتنياهو تطالب مطالب التي لا يمكن القبول بها. على سبيل المثال نرى أن كحلون سأعود لك هذه النقطة، دعني أنتقل إلى الميدان من جديد. وزارة المالية، فيجلين يريد وزارة المالية. كيف نتنياهو يرضي كافة هذه الأحزاب؟ نعم، وبنت أيضا يريد وزارة الأمن، يريد وزارة الأمن كما ذكرت. سيد إلي ابقى معي، دعني أنتقل إلى مراسلينا في الميدان محمد الصياد من مقر حزب الليكود في تل أبيب، وأيضا عمر ربيع من مدينة الناصرة. دعونا نبدأ بعمر ربيع. الحديث يدور عن نسبة تصويت نوعا ما متدنية من قبل الناخبين العرب في هذه الانتخابات تصل إلى ما يقارب 30%. كيف هي الأجواء لديك في الناصرة عمر؟ نعم مهند، إذا كما ذكرت نسبة متدنية ربما كانت الأكثر انخفاضا في بالمقارنة مع انتخابات سابقة إسرائيلية في المجتمع العربي. النسبة هي 30%، في المقابل في الوسط اليهودي أو بشكل عام في إسرائيل هي أكثر من 50%. وعليه فإن الأحزاب العربية قبل قليل بالمناسبة تفقدت عضو الكنيسة السابقة من حزب التجمع حنين زعبي المقر الذي يتواجد به مركز الاقتراع في مدرسة إبن خلدون في الناصرة، وحثت المصوتين العرب وأصحاب حق الاقتراع بممارسة حقهم. لدي يعني معلومات من الأحزاب العربية تريدني في هذه اللحظة. هناك قلق وضغط في القوائم العربية، وهناك خشية حقيقية مهند من عدم عبور نسبة الحسم لكلتا القائمتين الجبهة والعربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع. يعني لا يوجد يعني أجواء انتخابية كبيرة في المجتمع العربي. هناك العديد من الأوساط تقول أن العرب في إسرائيل استغلوا يوم الإجازة. نعم، أنت تحدثت عمر مع أوساط عربية أكيد ومع الناخبين العرب في إسرائيل بشكل عام. ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ هل يمكن القول بأن تفكك القائمة المشتركة هو سبب رئيس من هذه الأسباب التي دعت إلى عدم تواجد الناخب العربي بكثرة وبكثافة في هذه الانتخابات حتى هذه الساعات وهذه اللحظات؟ صحيح
بالطبع قبل دقيقتين يعني تحدثت مع العديد من الناخبين هنا في مركز مدرسة ابن خلدون في الناصرة. الأسباب عديدة، أولا كما ذكرت تفكك القائمة المشتركة، والسبب الثاني هو اللامبالاة، وهناك أيضا سبب وهو أن الوسط العربي يعني يقولون أننا في الانتخابات الماضية حققنا إنجازا بإيصال 13 مشرعا من العرب في إسرائيل إلى الكنيست، وكنا القائمة الثالثة من حيث الحجم في الكنيست، وهذا الأمر لم يعني يغير من واقعنا، بل على العكس زاد الطين بلة وزاد وضعنا سوءا يعني شرعنة العديد من القوانين وسن القوانين المجحفة كما يصفها هنا للناصرة. من هذا وعلى يعني أبرز هذه القوانين هو قانون القومية والعديد من القوانين الأخرى. هناك طبعا خطر كما قلت على الأحزاب العربية، انطانس شحاد رئيس يعني أو المرشح في قائمة التجمع والحركة الإسلامية يقول بالحرف، يقول هناك مؤامرة لإسقاط الأحزاب العربية، وهو وذلك هو حلم وردي لنتنياهو أن تكون كنيست بدون عرب. ويقول طيب أن نسبة يا عمر. ويعتبر نسبة التصويت الحالية فقط مهند، ويعتبر نسبة التصويت الحالية لدى العرب في إسرائيل بمثابة انتحار سياسي. طيب يعني كما ذكرنا نسبة منخفضة حتى هذه الساعات فيما يتعلق بالناخب العربي في إسرائيل. أنتقل إلى حزب الليكود من جديد مع مراسلنا محمد صياد. محمد مرحبا بك من جديد. كما ذكرنا هناك دعوات كما وصفت بأن استغاثة من قبل جميع الأحزاب خصوصا حزب كحول لافان وبالتحديد حزب أيضا الليكود الحاكم. نعم يعني مهند ساعتين ونصف الساعة بقيت على إغلاق صناديق الاقتراع هذه الساعات. هناك دعوات من قبل حزب الليكود لتكثيف التصويت على عكس المقرات في المناطق العربية، هنا يعني يدعون إلى تكثيف التصويت من أجل رفع نسبة التصويت لتكون مشابهة ربما مع 2015 عندما كانت نسبة التصويت عالية. لكن حقيقة يعني حزب الليكود، وهنا من الأصوات نستمع بأن لديهم بعض الثقة بأنهم سيحصدون أصواتا من خلال ما جرى خلال الأسبوعين الأخيرين. خلال الأسبوعين الأخيرين جرت بعض الأحداث، ربما يعتقدون بأنها ستكسب هذا الحزب في رصيده بعض المقاعد مثل الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويعتبرون بأن ذلك إنجاز لنتنياهو، وأيضا من خلال إعادة رفات جندي عثر عليه أو يعتقد بأنه عثر عليه في مخيم اليرموك عن طريق الروس، وتحسين العلاقة الإسرائيلية الروسية، وأيضا تحسين العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، إضافة إلى الإنجازات التي يحاول نتنياهو أن يسوقها إلى شعبه من خلال عملية هو فعلا خلال العشر سنوات الماضية خلال عهد نتنياهو كان هناك هدوء نسبي في إسرائيل، لم تكن هناك سوى حرب أو محمد سوى المواجهة العسكرية بين القصائد الفلسطينية على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي يدعو فيها من جديد بتوجه جمهور الليكود للتصويت لكي يكون هناك معسكر يمين متفوق على معسكر اليسار أو الوسط كما وصفه. وهل تشهد أيضا في هذا الحزب وهل تستمع للأصوات المتزايدة الداعية للذهاب لصناديق الاقتراع في هذه الساعات الحاسمة؟ فعلا يعني مهند خلال الساعتين المتبقيتين هناك دعوات كبيرة من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع. هو لا يريد ربما عدد مقاعد مساوي لكحول لافان، إنما يريد ربما أن يتفوق عليه في المقاعد، لا سيما من خلال ما قلناه بأنه أنجز وساق إلى شعبه بأن بإنجازات عديدة، وأيضا من خلال تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، هذا يعتبره إنجازا كبيرا، وأيضا ردع الخطر الإيراني كما يقول أو درء الخطر الإيراني كما يقول، وأيضا ركز على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويقول بأنه سيضم أو أطلق وعدا بضم المستوطنات. طيب وصلت فكرة محمد، سنعود إليك هذا التغطية، وأيضا إعادة رفات الجثمان. نعم. جميعها هذه كانت ربما تكسب حزب الليكود شعبية أكبر. أشكركما جزيل الشكر محمد الصياد من حزب الليكود وعمر ربيع من مدينة الناصرة، سنعود إليكما في هذه التغطية الخاصة. سيد عودة أرحب بك معنا من جديد. نسب متدنية فيما يتعلق بالتصويت للناخب العربي كما ذكرنا وكما نقل لنا عمر
تصل حتى 30%. هناك تخوف حقيقي من عدم اجتياز نسبة الحسم لكلا الحزبين. أنا باعتقادي أنه لا شك أنه نسبة التصويت أقل من السنوات السابقة، ولكن تقليديا العرب يصوتون في الساعات ما بعد الظهر وفي الليل. نحن كنا 12-13% لحد الساعة 1 أو 2، الآن حديث عن 30%، وهذا قبل ساعتين ليس الآن، من الساعة السادسة يمكن أو قبل السادسة مساء. السادسة مساء. أنا باعتقادي أنه سيصلون في الوسط العربي إلى 50%، وهذه النداءات الموجهة هي دائما توجه في الساعات الأخيرة. المواطنون العرب بوضعهم الاقتصادي المتدني وليس كما مثل الجمهور العام في إسرائيل يذهبون للعمل أيضا في هذا اليوم، وقسم منهم يعني لا يتاح له التصويت إلا في ساعات بعد الظهر. وأنا باعتقادي أن هذا الأمر سيتم، يعني لا شك أن الوضع ليس جيدا، ولكن أنا يعني أجد يعني أتنبأ أو أتوقع أنه من الممكن ردم هذه الهوة أو ردم أغلبيتها بين التصويت العام والتصويت بين العرب في إسرائيل خلال الساعتين أو ساعتين ونصف القادمتين، بحيث تصل إلى نسبة 50%، وهو الرقم السابق وليس الرقم اللي كان في الانتخابات الماضية 61%. أنا باعتقادي أن 50-51% من الممكن أن يصل المصوتون العرب إلى هذه النسبة، وبالتالي نهوض القائمتين خسارة عضو كنيسة أو عضوين، ولكن ليس ما قاله مطانس إشحادي انتحار. أنا بعتقد واضح أنه إذا تم التجمد بهذه النسبة سيكون انتحارا، ولكن سيكون انتحار، ولكن باعتقاد أنه سيتجاوز هذه النسبة. سيد شاي، أنتقل إليك من جديد. شاهدنا سياسة حزب الليكود طيلة فترات عديدة، ظهر هذا الحزب كحولفان في نهاية المطاف، حزب الجنرالات الذي لم يوضح نوعا ما الرؤية السياسية، ولكنه خرج بحملة تغيير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بالنسبة للناخب الإسرائيلي، هل تعتقد في نهاية المطاف أنه سيصوت مجددا لحزب الليكود بناء على إنجازات وصفت بأنها إنجازات لحزب الليكود الحاكم من نواحي سياسية عديدة، وشاهدنا آخرها فيما يتعلق بالزيارات المكوكية وما جرى ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا الرؤساء المختلفين سواء بوتين، ترامب، وحتى رئيس البرازيل وقدومه إلى إسرائيل؟ لدى نتنياهو بالطبع بحسب رأي الجميع الكثير من الإنجازات في السنوات العشر الأخيرة، كما أن الدولة موجودة في حالة اقتصادية جيدة من ناحية دولية. بالطبع أن يوجد هناك ازدهار غير مسبوق، ومن ناحية أمنية الحالة مقبولة، إذ أنه الوضع جيد بالنسبة لسكان دولة إسرائيل. هذه الانتخابات هي على نتنياهو. نعم نتنياهو أم لا لنتنياهو؟ اليسار يرغب باستبداله، هذا جزء من أجل طوال الوقت. اليسار الأكثر اعتدالا أغضبه بأنه طوال سنين طويلة يزال رئيس وزراء ويريد استبداله. السؤال ماذا يحدث بين الوسط في الوسط، والاحتمال التغيير هنا قوي جدا. غانتس وحزب الجنرالات يتحدث لهم، يقول لهم نحن لسنا يسار ونحن أيضا يمين، ولكننا لا تخشوا، ولكننا سنخلق التغيير. هذه اللعبة معروفة في العديد من الحملات الانتخابية في كثير من دول العالم. الناس يرغبون برؤية شخصيات جديدة. هذا كما أنك لو تواعد صبية امرأة ويقولون لك أنها ربما جميلة، ولكن ربما ستكون الفتاة التي تخرج معها لاحقا أجمل. هذا جزء من الطبيعة، الطبع الإنساني، وهذا ليس حق ذكيا في العموم، ولكن هذا جزء من التصرف الإنساني. هذه الانتخابات هي بالأساس على نتنياهو، للخير أو للشر. في حال انتصر أو خسر، المسألة هي نتنياهو. وبالطبع لا نستطيع أن نتنبأ بما سيحدث بسبب الأحزاب الصغيرة الكثيرة جدا. ما إن يفشل حزبين أو ثلاثة من بالأساس من اليمين بعدم اجتياز نسبة الحسم، في حال نجح جميع الأحزاب باجتياز نسبة الحسم، لا شك أن الليكود يوكل إليه تشكيل الحكومة المقبلة. ولكن ما إن تفشل بعض الأحزاب في اليمين بعبور نسبة الحسم، الأمر يختلف. أيضا في الاستفتاء سنراه في الساعة العاشرة، لن نعرف النتائج الحقيقية، سننتظر النتائج الكاملة مساء الغد. على الأقل أنه يكفي أن تكون 3% بالأصوات لأحد الأحزاب، فهذا الحزب لن يحظى بأي تمثيل. أضف ثلث صوت، وحين ستضطر لتقسيم مختلف.
طيب سيد إلي، أعود إليك من جديد، هل توافق الرأي فيما يتعلق بهذه النقطة بأنه قد يتم الانتظار في نهاية المطاف حتى غدا صباحا أو مساء لمعرفة النتائج الحقيقية والنهائية بسبب احتدام المنافسة في هذه الانتخابات؟ صحيح، لا احنا عشرنا في بعض الانتخابات انه كان هناك على سبيل المثال فوز لشيمعون بيريس حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وقمنا في الصباح ورأينا أن السيد نتنياهو هو الذي فاز في هذه الانتخابات. على كل حال أنا أسمع في الدقائق الأخيرة أن السيد نتنياهو يقول أن الفارق بينه وبين غانتس هو في أربع مقاعد. أنا لا أعرف، لا أدري على ما يستند السيد نتنياهو بهذه التقييمات. نعم. ولكن أنا أقول كلمة واحدة، أن في حال نتنياهو لن يفلح في الحصول على 61 مقعدا بما في ذلك فيجلين، فنتنياهو يقف أمام معضلة، لأن إذا كما يقول نتنياهو أن حزب غانتس يحصل على عدد من المقاعد بفارق 4 مقاعد وهو يعتبر أكبر حزب، وفي حال عدم إمكانية نتنياهو تشكيل الحكومة بسبب على سبيل المثال عدم انضمام فيجلين لهذه الحكومة، فإنه لم يكن مفر أمام رئيس الدولة روبي ريفلين. ولكن فارق 4 مقاعد ما بين كحول لافان والليكود قد لا يكون حاسما في نهاية المطاف لمصلحة كحول لافان. صحيح، ولكن المشكلة هي أيضا الكتلة المانعة. إذا أفلح غانتس في تشكيل كتلة مانعة بمشاركة الأحزاب العربية، لا أعرف ما ستكون نتائج الانتخابات في الوسط العربي. إذا لم يفلح نتنياهو في تشكيل ائتلاف يضم أكثر من 60 عضو كنيست، وهناك إمكانية لتشكيل كتلة مانعة من قبل غانتس، لم يكن مفر أمام رئيس الدولة ريفين إلا أن يكلف غانتس باعتباره إذا صحت هذه النتائج كما يقول نتنياهو أن يكلف غانتس بتشكيل الحكومة القادمة. ولا الله يعلم، ونحن ننتظر أولا للعينات التي تنشر في الساعة 10 ومن ثم بعد فرز الأصوات بعد منتصف الليل. ينجح ستتم انتخابات جديدة في حال أن نتنياهو لن ينجح بالحصول على 61 عضوا أو مقعدا. أرجح أننا سنتواجه انتخابات جديدة بعد 4 أو 5 أشهر. الكثير من الفوضى للجميع، ولكن على ما يبدو هذا ما قد يتم. السيناريوهات متشابكة فيما يتعلق بهذه الانتخابات. يعني لا شك أن السيناريوهات متشابكة. بالإمكان كما تتوقع الجميع أنه نتنياهو سيحظى بكتلة تستطيع تركيب الحكومة أكثر من 61، إلا في حال سقوط قائمة أو قائمتين، وهذا ممكن جدا. ولكن أنا أريد أن أعلق على ما قاله شاي وهو هام. هو تحدث عن إنجازات لنتنياهو، ولا شك أنه هنالك إنجازات وممكن النقاش حول هذه الإنجازات، ولكن هنالك شيء يعني أبعد من الإنجازات وأقوى من الإنجازات ومؤثر أكثر، أن هذا الإنسان خلق أجواء كراهية في هذه الدولة، خلق أجواء كراهية ضد العرب، ضد اليسار، ضد مؤيديه، ضد كل من يختلف معه. ولذلك أنا يعني يوجد عامل جديد في السياسة الإسرائيلية، وهذا العامل هو عدم قبول الآخر. كل من يختلف عن نتنياهو حتى بمليمتر واحد يعني هو عدو. حتى مقربيه الذين كانوا معه في إدارة الدولة هم الآن يعني لا أقول خونة، أما يعني ممكن يتلفظ أو تحدث عنهم بشكل سيء. عن مندلبيت مسؤول عن القضاء في إسرائيل، هو أصبح يعني بإطار خائن أو عدو. عن رئيس الشرطة الذي هو عينه أصبح خائن. عن تحدث عن رئيس الدولة، عن رئيس الدولة الذي يمثل المملختيوت الرسمية الإسرائيلية أصبح أيضا في إعداد الأعداء. ولذلك أنا بقول لشاي وبقول للآخرين، ليس القضية أنه فعل ذلك، أنا أعتقد أن الكثير من الإنجازات التي تمت هي بفضل الناس، بفضل الشركات الكبيرة، بفضل الهاي تيك، ليس نتنياهو. ولكن حتى لو سجلنا كل ذلك له، الشقاق الموجود الآن في إسرائيل هو خطير جدا، ولذلك الناس قلقة، الناس قلقة. وعلى هذا الأساس التصويت يجري، وبيني غانتس بالرغم من مواقفه اليمينية هو يؤكد على هذه النقطة،
أنه لن يجلس مع مؤيدي كهانة في حكومة واحدة، وهذا الأمر مهم. مؤيدي كهانة هؤلاء يعني في أمريكا، يعني عندما نتنياهو حاول تقريبهم إلى دخولهم إلى حزب معين أثارت ضجة، حتى الآيباك قاموا ضدهم. ولذلك هذه النقطة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نضعها جانبا. سيد عودة بشارات الكاتب المحلل السياسي ستبقى معنا في هذه التغطية، أشكرك جزيل الشكر سيد شاي بزاك مستشار سياسي واستراتيجي كنت معي في الاستوديو، وأيضا الشكر موصول لك سيد إيلي نسان خبير الشؤون البرلمانية كنت معنا عبر استديوهاتنا من القدس، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه التغطية الخاصة قبل الساعات قليلة لربما من إغلاق صناديق الاقتراع في إسرائيل في هذه الانتخابات الحاسمة والمفصلية كما وصفت.